وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور رمضان أبو العيلة، أستاذ هندسة البترول والطاقة. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية لو تحدثنا أكثر عن كيف ترى جهود الحكومة في توصيل الغاز الطبيعي، نتكلم عن أكثر من 57 مليون مواطن في حوالي 8 ملايين وحدة سكنية على مستوى الجمهورية في 8 سنوات فقط، كيف ترى هذه الجهود؟ الحقيقة هذه الجهود تأتي في لتحقيق استراتيجية الدولة، لأنه لها أهداف مباشرة وأهداف غير مباشرة. طبعا الأهداف المباشرة هو تأتي في إطار المبادرة الرئاسية توفير حياة كريمة للمواطنين. أما الأهداف الغير مباشرة لتلك الاستراتيجية هي توفير ما لا يقل عن 3 مليار دولار سنويا، كانت هي فاتورة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج. لا شك أن قطاع البترول حقق طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الثمانية الأخيرة، بدأت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ونحن في الطريق الآن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من باقي المشتقات البترولية من خلال خطة طموحة يهدف قطاع البترول لتحقيقها بحلول عام 2023. من ناحية أخرى ولتحقيق ما نادت به القيادة السياسية للاستخدام الأمثل والاستفادة المثلى من ثروات مصر الطبيعية، ويأتي على رأسها طبعا الغاز الطبيعي. ده بيتم الحقيقة من خلال محورين أساسيين. أولا استبدال استخدام الغاز الطبيعي المتوفر بالفعل لدينا بدلا من البنزين في تمويل السيارات الركوب، والسولار برضو بستخدم الغاز الطبيعي بدلا منه، وزي ما قلت حضرتك أو جاء في التقرير أنه تم تحويل حوالي 42 ألف سيارة، ووضع استراتيجية طويلة المدى لتحقيق هذا الهدف. وهدف آخر هو توطين صناعة السيارات في مصر. ثانيا استبدال بقى استخدام الغاز الطبيعي بدلا من غاز البوتاجاز. احنا كنا بنستورد الحقيقة غاز البوتاجاز، وكان بيستنزف فاتورة كبيرة من النقد الأجنبي لتوفير احتياجاتنا من غاز البوتاجاز، اللي حاليا بنحاول نستخدم الغاز الطبيعي اللي هو موجود عندنا في مصر بدلا من ده. بيوفر طبعا فاتورة كبيرة جدا، بنستورد حوالي 2 مليون طن كنا من غاز البوتاجاز، وكان بيكلفنا برضو مبالغ طائلة، وبيستنزف ما لدينا من النقد الأجنبي. بشكل عام أنا بحقق زي ما قلت لحضرتك عدة أهداف: تحقيق المبادرة الرئاسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، توطين صناعة السيارات في مصر، توفير ما لا يقل عن 3 مليار دولار سنويا كانت هي فاتورة استيراد الغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز من الخارج. طيب، يعني مع ظهور عدد من الاكتشافات في البحر المتوسط وتأكيد حقل ظهر وغيره من الاكتشافات، بالتأكيد بيضع مصر على خريطة مختلفة وبالتأكيد متقدمة على مستوى العالم. كيف ترى مستوى وتواجد مصر عالميا في تجارة أو صناعة البترول بشكل عام؟ هو طبعا مصر الآن وضعت نفسها في مكانة مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي اللي عنده مشاكل كبيرة لتوفير الغاز الطبيعي وتوفير احتياجاته أقصد من الغاز الطبيعي، اللي كان لها مصادر محددة. أصبح هناك مصدر جديد للاتحاد الأوروبي، ولذلك هناك اهتمام كبير من الدول الأوروبية بمصر، لأنه عندنا مصنعي إسالة في إتكو وفي دمياط، دول بيستقبلوا الغاز الطبيعي المكتشف في شرق البحر الأبيض المتوسط من الحقول المصرية ومن الحقول أيضا الغير مصرية، وبيتم
رسالتهم تمهيدا لتصديرهم الى الخارج. ده بالاضافه انه طبعا بعد ترسيم حدودنا مع المملكه العربيه السعوديه اصبح هناك لدينا مناطق جديده بدانا او طرحناها بالفعل على الشركات العالميه، وفي طريقنا الحمد لله لتحقيق اكتشافات جديده من الزيت الخام ومن الغاز الطبيعي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور رمضان ابو العيلة، استاذ هندسه البترول والطاقه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.